الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد. أحبة الطلبة، سأكمل إن شاء الله المقطع السابق حول موضوع الاقتصاد الكلي، المبادئ كما ذكرتها. وآخر مقطع كنت قد قدمت فيه موضوع التوازن بين الإنتاج الكلي من جهة والاستهلاك، بمعنى آخر انه متساوية الدخل فقط كانت بتقول انه الانتاج الكلي يساوي الاستهلاك فقط لا غير، والاستهلاك بدوره، دعني اغير اللون حتى اوضح، الاستهلاك بدوره سي يتكون من جزئين، جزء ثابت سمينا احنا ما يسمى الاوتونوموس كونسامشن او الانفاق الاستهلاك المستقل، زائد حاصل ضرب الام بي سي في الدخل الكلي، هنا هذا الميل الحد الاستهلاك او the marginal propensity to consume. توصلنا الى قاعده بتقول على انه الدخل التوازني في تلك اللحظه اللي هو فقط اذا ذهب الانتاج كله برمته ذهب الى الاستهلاك، فكان بالحاله هاي y star تساوي a مقسم على 1 ناقص m b c. وضربنا مثال على ذلك، طبعا لنفترض على سبيل المثال بأن C تساوي 10، ذكرت الرقم نفسه 10 زائد 3/4 Y، فالتوازن عند التوازن عند بمعنى آخر أن Y تساوي C، هذا يعني أن Y تساوي بدل C نضع A زائد ام بي سي في واي، وتساوي بهذه الحالة 10 زائد 3/4 واي، 3/4 عفوا، دعني اصلح هنا، اعيد 3/4 واي، والان ننقل كل شيء في واي الى الطرف الايسر، فتصبح عندي المعادلة واي ناقص 3/4 واي تساوي 10. هذا يعني بأن y star تساوي 10 مقسم على ربع ربع ويساوي 40. والآن من هنا سأنطلق، طبعا مثلت ذلك بيانيا على شكل، هنا عندي على المحور الأفقي y اللي هو الإنتاج الكلي، والc على المحور العمودي، وقلنا بأن الخط المرجعي اللي منقارن فيه هو هذا الخط الذي يصنع مع الأفق زاوية مقدارها 45 درجة، وقلنا بأن دالة الاستهلاك تكون كما يلي، يعني C تساوي 10 زائد 3/4 Y في هذه الحالة، نقطة التوازن هنا، فبتقول لي أنه كل الإنتاج اللي كانت قيمته 40 ذهبت إلى الاستهلاك اللي هو بكون نفس الشيء 40، طبعا هنا يعني ارجو ان تعتبروا هذا الخط المستقيم ممثلا، فبكون هنا 10 اللي هي الميل، هنا مقطع الداله هي تقطع المحور العمودي عند النقطه 10، وميل هيساوي 3/4، ونقطه التقاطع هنا بكون C تساوي Y، و S السيفنج يساوي 0 في هذه الحاله، هذه الحاله هنا. نكمل الان، لنفترض انه الان متساوية الدخل، أي أن الإنتاج كله ذهب إلى الاستهلاك زائد الاستثمار فقط، يعني ذهب جزء من الإنتاج، هذا الإنتاج ذهب منه جزء نحو الاستهلاك، وما تبقى استثمرناه. لن أتكلم عن الادخار الآن، لكن قلنا أنه فقط ذهب إلى الاستثمار. ما يعني الآن إذا دالة الاستهلاك حافظت على قيمتها C تساوي A زائد MPC في Y، طبعا زائد الآن بصير عندي Y بتكون الصيغة لها C اللي هي بستعيض عنها بشكلها الدالي أو شكل المعادلة A زائد MPC في Y، بضيف لها الآن I، بنقل عفوا كل شيء في Y في جهة واحدة، فبصير عندي Y ناقص MPC
مضروبة في y تساوي a زائد i. ما يعني الآن إذا أخذت عامل مشترك كما فعلنا في المثال الأسبق، y عامل مشترك يبقى عندي داخل قوس 1 ناقص mpc تساوي a زائد i. إذن الآن الدخل التوازني الذي يذهب في قناتين هما الاستهلاك والاستثمار يساوي حاصل قسمة A زائد I مقسم على 1 ناقص MPC. لنفترض يعني من أجل بيان يعني أنه الآن C تساوي 10 زائد 3 أرباع Y، وأن الاستثمار يساوي 10. ما يعني بأن Y الآن تساوي 10 زائد 3 أرباع Y زائد الاستثمار اللي هو 10 هنا زائد عفوا 10، هذه 10. خليني أمحاها حتى أصلح. أوكي الآن زائد 10. إذن الآن بنقل كل شيء في Y، كل العبارات اللي الطرف الأيمن فيها Y بنقلها إلى الطرف الأيسر حتى نوحد، فتصبح Y ناقص 3 أرباع مضروبة في Y تساوي 10 زائد 10 يعني 20. بأخذ عامل مشترك كما فعلت قبل قليل، فبكون الدخل التوازني Y تساوي 20 اللي هو 10 زائد 10، أصلح اللي هو 20 عفوا، ما بعرف ليش القلم مرات ما بكتب مظبوط، هذه 20 نقسم على ربع وتساوي 80. إذا الآن الدخل التوازني يصبح كما يلي بيانيا. الآن التمثيل البياني، لنفترض أنه الآن على المحور الأفقي Y بقي هنا، هون C و I، والنقطة المرجعية اللي بدي أستخدها حتى يعني أبين التوازن، هذه الآن الخط هذا الذي يقطع الربع الأول من مستوى ديكارت إلى جزئين متساويين، هذه الزاوية 45 درجة. فعندي دالة الاستهلاك هكذا، هذه الآن 10 وسي تساوي 10 زائد 3 أرباع واي، هنا 40 وهنا 40. لكن الآن بعد إدخال الاستثمار تصبح الآن هذه النقطة هاي C زائد I، فهذه 80 وهنا طبعا بكون 80، نقطة التقاطع هنا تصبح الآن 20 لأنه أضفنا إلها الاستثمار 10 وزائد 10 الأولي فبساوي 20. أكون بذلك قد انتهيت من هذا المقطع القصير، راجيا أن يكون قد قدم الفائدة المرجوة لأحمد الطب، وإن شاء الله في المقطع القادم سندخل يعني أرقام وكميات ثابتة حتى نبين نفقات الحكومة والصادرات والمستوردات، ثم ندخل الحكومة كمنفق زائد أنه يجبي ضريبة، سنوضح لاحقا إن شاء الله بمقاطع تكون قصيرة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.